الرئيس السيسي يوجه بتقديم التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء ويؤكد الاهتمام بالتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. مدبولي يتفقد استعدادات استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويشدد على ضرورة استثمار المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واستثماري وسياحي. أوكرانيا تؤكد دخولها إلى مركز سكك حديدية مهم للإمدادات الروسية، وموسكو تعلن تدمير محطة رادار تتبع الجيش الأوكراني. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تاري بيلسغوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أكد الاهتمام بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وخلال اجتماع آخر مع أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، وجه الرئيس السيسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تاري بيلسغوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفيرة هيلدا كيلمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة والسيد محمد عامر المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة سكاتك. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة سكاتك النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة. وقد أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس. من جانبه أعرب رئيس شركة سكاتك عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، لا سيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب السيد معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركة. الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9.2 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء.
وقد وجه السيد الرئيس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية. من جانبه أعرب رئيس شركة FFI الأسترالية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمنا القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التي يمتلكها قطاع الطاقة المتجددة في مصر، التي تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء، ومؤكدا حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر في هذا المجال، إلى جانب الاستفادة من إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية يأتي استمرارا للجهود السابقة لمد جسور التعاون بين المؤسسات القضائية والدستورية الأفريقية. وشدد مدبولي على أن مصر تمد يد العون وتضع جميع إمكانياتها للمشاركة مع الأشقاء في قارة للنهوض بأفريقيا في شتى المجالات. بطن الأفريقية تذخر بمواردها الطبيعية الهائلة، منها ما تتشارك فيه العديد من دول القارة، وهذه الموارد ملك لشعوبنا، نلتزم دائما بالمحافظة عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. وقد أضحى هذا الالتزام مبدأ دستوريا ساميا حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صلبها، وهو ما يوجب على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا، وصولا إلى الهدف المنشود وهو رفاهية شعوبنا الأفريقية. إن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية لم يعد خيارا مطروحا، وإنما أضحى التزاما وواجبا على جميع دول القارة في عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض علينا جميعا التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف. كما إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يلقي على عاتق حضراتكم في اجتماعكم رفيع المستوى مسؤولية البحث وتبادل الفكر ووضع مبادئ مشتركة وضمانات دستورية لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية بحسبانكم خيرة عقولها وكبار قضاتها. وإن جمهورية مصر العربية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في قارة إفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات. خلال كلمته أمام اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي أن الظروف المعاصرة التي تجتاح العالم بأسره توجب على الدول الأفريقية تبادل الرؤى الدستورية والأفكار القانونية لما يعرض من مسائل تحتاج لقرارات عاجلة. وأوضح المستشار بولس فهمي أن الاجتماع اتخذ قضية تنمية الشعوب الأفريقية عنوانا له. الظروف المعاصرة التي تجتاح العالم بأسره وإفريقيا في القلب منه توجب علينا تبادل الرؤى الدستورية وتداول الأفكار القانونية فيما يعرض من مسائل لا تحتمل إلا إنجازاً آنياً. ولذا فقد تراءى للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المصرية إنشاء ملتقاً بحثي بمسمى المركز الإفريقي للبحوث الدستورية والقانونية، يشرفني أن أعرض أهدافه التفصيلية وأدوات تنفيذه ووسائل إدارته في إحدى جلسات عمل الاجتماع، متوخياً من ذلك أن يكون إنشاء هذا الملتقى البحثي تطبيقاً عملياً للرؤى التي يفرزها اجتماعنا في دورته السادسة. وفي كلمته أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر تفخر بانتمائها الأفريقي، مشدداً على أن قارتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن أكثر من أي وقت مضى
إلى التكاتف وتوحيد الرؤى لمواجهة مختلف القضايا والتحديات النوعية. كما أكد رئيس مجلس النواب أن مصر بكافة مؤسساتها تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة. لعلكم تتفقون معي أن قارتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف على كافة الأصعدة والمستويات في مواجهة التحديات المتشابكة والمعقدة، لتعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة تلك القضايا والتحديات النوعية، خاصة على صعيد التعاون القضائي وتبادل الأفكار والخبرات، لا سيما في ظل موجة عنيفة من الإرهاب أضحت معها ثمة حاجة ملحة لتوفير غطاء قانوني واستباقي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة وغيرها من القضايا والإشكاليات التي نحمل على عاتقنا جميعاً مواجهتها. وفي هذا الإطار تولي الدولة المصرية بكافة مؤسساتها أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، انطلاقاً من اعتزازها بالانتماء الأصيل لقارتها الأفريقية. من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية صار رمزا وشاهدا على إرادة صلبة لأبناء أفريقيا والإخلاص والرغبة في تبادل الرؤى. وفي هذا الإطار شدد رئيس مجلس الشيوخ على أن مصر ترحب دائما بكل أفريقي يحمل راية البناء والتنمية لرفع شأن قارتنا. دواعي الشرف والامتنان أن أقف بينكم اليوم لنشهد معا بناء جديدا في صرح مؤتمرنا الذي بكم وبحمد الله تعالى ورعاية كريمة من القيادة السياسية المصرية الواعية صار رمزا ونبراسا وشاهدا على إرادة صلبة لأبناء أفريقيا اجتمعت فيه كلمتهم على أن تكون مداولاتهم هي جوهر لقاءاتهم، والإخلاص والرغبة الأكيدة في إيجاد الحلول وتبادل الرؤى والمشورة هي رائدهم، ومن ثم لم يعد مستغرباً أن يكون النجاح حليفهم. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية يبحث عددا من المحاور أبرزها الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين. احنا عندنا أربع محاور. المحور الأولاني بيتكلم عن المواطنة بكل تنويعاتها بكل روافدها، بيتكلم المحور الثاني عن حقوق اللاجئين والمهاجرين، المحور الثالث بيتكلم عن مسألة الحقوق المشتركة ما بين الدول الإفريقية في تنمية مواردها الطبيعية. الأمر ده أمر هام وأمر حيوي وبيحكمه القانون الدولي، وإحنا كلنا مترقبين لسماع كلمات السادة رؤساء الوفود وأعضائها وأبحاثهم المقدمة في هذا الشأن. أيضا عندنا مسألة أخرى تهم كل مواطن مصري، وهي أنه أثر التنمية الاقتصادية من حيث المنظور الاجتماعي. حقيقة المسألة دي مسألة مهمة جدا، وعاوز أقول لحضرتك أنه التوصيات التي تصدر عن هذا الاجتماع بتولى بها عناية شديدة جدا ومن كل المشرعين والتنفيذيين. فيعني بالاختصار هذا الاجتماع اجتماع مؤثر وليس اجتماعا بروتوكوليا، إنما اجتماع له نتائج محققة وملموسة على الأرض. وفي لقاء آخر أجراه التلفزيون المصري أكد المستشار عمر بالحاج رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية أن مصر معروفة بتنظيم هذه الأحداث الكبيرة التي تجمع الأشقاء الأفارقة، مبديا إعجابه بالتنظيم الجيد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الاستضافة
بطبيعة الحال ستضيف إلينا معلومات كثيرة، وسنحاول الاتصال بجميع أو بأكبر عدد ممكن من رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية. وطبعا مصر معروفة بهذه الأحداث وعظيمة جدا في تنظيمها، وإحنا معجبين جدا بهذا التنظيم الجيد، ونشكر حتى رعاية السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، رعايته وتشجيعه للمحاكم الدستورية برعايته. هذا وقد انتهت فعاليات اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية تحت رعاية الرئيس السيسي. شارك في الاجتماع أكثر من 120 قاضيا يمثلون المحاكم الدستورية الأفريقية، ويهدف الاجتماع إلى تحقيق التعاون القضائي بين الأشقاء الأفارقة وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة وتحقيق القضاء الدستوري للمواطنين في أفريقيا. هذا ويأتي الاجتماع في نسخته السادسة تحت عنوان دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية، والذي يستمر لمدة 3 أيام لمناقشة عدد من المحاور وعلى رأسها الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على متابعة كافة التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وخلال جولة بالمدينة لتفقد مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، شدد مدبولي على التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة. وحرص مدبولي على تفقد تفاصيل أعمال التطوير داخل وخارج مطار شرم الشيخ الدولي، وأكد أن الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، وهو ما يستوجب ضرورة الحرص على استثمار انعقاد هذه القمة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من خلال الترويج السياحي لمصر بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة. وتابع مدبولي جولته التفقدية حيث اطلع على مشروع تطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ، والتي انتهت إدارة المطار من تركيب لافتاتها بالصالات المختلفة. يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ. وبدأت محافظة جنوب سيناء تفعيل الهوية البصرية لمختلف المنشآت الأخرى، وخاصة في منطقة خليج نعمة، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية ومختلف أشكال التلوث البصري، حيث يتم تفعيل الهوية البصرية من خلال مقاييس محددة للافتات المحال وأسوار المطاعم والكافيهات. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته موقع المنطقة الخضراء المقرر إقامتها بحديقة السلام خلال قمة المناخ، وكذا المنطقة الزرقاء التي تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار كلف مدبولي بضرورة تحديد برنامج زمني للانتهاء من جميع المشروعات التي تحتويها المنطقة الخضراء، كما وجه مدبولي بسرعة إعداد قائمة نهائية بمن تم تأكيد حجزهم للخيام القائمة في المنطقة الخضراء لمنحهم فرصة كبيرة لتجهيز معروضاتهم وأجنحتهم. ومن المقرر أن تشهد المنطقة الزرقاء جلسات عامة وجلسات خاصة وأحداث جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول والوفود الرسمية والمفاوضون ووسائل الإعلام بجانب منظمات وهيئات معتمدة من قبل سكرتارية الاتفاقية. حرص رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ على تفقد مقر انعقاد قمة المناخ كوب 27، وذلك بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ. وأكد مدبولي ضرورة بذل المزيد من الجهود لجعل قاعة المؤتمرات نموذجا حقيقيا وواقعيا يجسد الصورة التاريخية عن مصر وحضارتها، سعيا للخروج بهذا الحدث العالمي الضخم بصورة مبهرة أمام أنظار العالم تليق باسم مصر، وبالتنظيم على أعلى مستوى لمؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية.
أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على مشاركة الهند في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ بشرم الشيخ على أعلى مستوى ممكن، تأكيدا على الدور المهم الذي تطلع به الهند في مجال تغير المناخ. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من نظيره الهندي، حيث تناول الاتصال عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما بحث الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والهند، وتم الاتفاق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، بما في ذلك ترتيب لقاءات ثنائية بين الوزيرين يتم الاتفاق على تحديد توقيتاتها خلال الأسابيع القادمة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 38 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2441 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 27 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 244 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11055 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 2631.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5040 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 93 طن. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 86.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2881 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 746 طن. كما تم ضبط 152 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 203 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1,041,844 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 333,863 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3787 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 203 سائقا منهم. كما تم المرور على 27 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 134 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 132 مركبة وتبين عدم مطابقة 4 مركبات لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 375 سيارة و72 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 1279 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ
والمحظور تركيبها أو استعمالها عن ضبط 1063 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1249 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3407 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3245 مخالفة ملصقات وضبط 41 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1195 قضية ومخالفة أبرزها حيادة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 74,012 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 69,201,328 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 186 قضية من بينها 107 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و79 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 47 قضية بقيمة مالية بلغت 110,252,669 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1950 قضية بقيمة مالية بلغت قرابة 3,393,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,459,328 جنيها. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 444 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 67 طن. وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 703 قضايا من بينها 125 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه السادس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه من المقرر أن يستكمل المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان.
أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن وحداته دخلت بلدة كوبيانسك في أول تأكيد رسمي من كييف لدخول قواتها إلى البلدة التي كانت تسيطر عليها روسيا في شمال شرق البلاد. ونشر مسؤولون أوكرانيون صورا تظهر جنودا يرفعون علم البلاد في البلدة التي تعد مركزا للسكك الحديدية الرئيسية التي تستخدم في توصيل الإمدادات للقوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة تجميع قواتها في الشرق الأوكراني بعد التراجع في خاركيف. كما أعلنت الدفاع الروسي أن مقاتلتها دمرت محطة رادار تتبع الجيش الأوكراني في منطقة ميكولايف، إضافة إلى 6 مستودعات للأسلحة والصواريخ في أنحاء شرق وجنوب شرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت كذلك 13 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرت 5 صواريخ هيمرس في الجو. بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميال مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال اتصال هاتفي سبل دعم أمن الطاقة وزيادة العقوبات ضد روسيا. وقال رئيس وزراء أوكرانيا إنه ممتن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسالها طلبا إلى الكونغرس لصرف 11.7 مليار دولار إضافية. وأضاف أنه ناقش أمن الطاقة وأطلع وزيرة الخزانة الأمريكية على الخطوات التي اتخذتها حكومتهم لتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي وإطلاق برنامج جديد للتمويل. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات بشأن سقف سعر غربي مقترح لصادرات النفط الروسي. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن مشتري الخام الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى يمكن أن يخضعوا لعقوبات بسبب انتهاكاتهم لتسعيرته. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها رومانيا بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بسبب تضررها من الأزمة الراهنة في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمة المؤقتة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسؤولة عن سياسة المنافسة مارغريت فيستاجر إن الأزمة الأوكرانية ما تزال تلقي بتداعيات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة، وهذه الخطة ستمكن رومانيا من تخفيف مشاكل نقص السيولة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة. اتفق وزراء الدول المشاركة في محادثات إطار عمل منطقة المحيطين الهندي والهادي بقيادة الولايات المتحدة على بدء مفاوضات رسمية بشأن بناء نظام اقتصادي قائم على قواعد محددة في المنطقة سريعة النمو. وقال وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني سوتشي نيشيمورا إن الدول 14 الأعضاء في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستشارك في محادثات وضع القواعد لخلق فرص اقتصادية وتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستدامة في المنطقة. نشرة السادسة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تشارلز ملكا لبريطانيا، وتشارلز يؤكد دعم الحكومة واحترام الدستور. قال
قال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا إنه سيعمل على الوفاء بمسؤولياته ومهامه، وأنه سيتقيد بالتقاليد ودعم الحكومة لمصلحة الجميع واحترام الدستور، مؤكدا أنه سيكرس ما تبقى من حياته لأداء تلك المهام. جاء ذلك خلال تلاوته قسم الولاء والقيام بواجباته الملكية أمام مجلس اعتلاء العرش ومراسم تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا. أنا أدرك جيدا طبعا هذا الإرث العظيم والمهمات والمسؤوليات العميقة أو الثقيلة التي الآن انتقلت إلي، وبتحمل هذه المسؤوليات فإنني أتطلع لأن أتابع المثال الملهم الذي وضعته، وذلك باحترام الحكومة الدستورية وبالبحث عن السلام والتناغم والازدهار لكل شعوب هذه الجزر وأيضا في أراضي الكومنولث وفي جميع أراضي العالم. كان أعضاء مجلس اعتلاء العرش قد اجتمعوا قبل إعلان تشارلز ملكا لبريطانيا في قصر سان جيمس بلندن. هذا وقد تمت مراسم التتويج عبر تحية بنيران البنادق وقراءة البيان في لندن وعبر الأركان الأربعة للمملكة المتحدة، ومن ثم يعلن البرلمان الولاء للملك الجديد ويقدم تعازيه في وفاة الملكة قبل أن يستقبل الملك الجديد رئيسة الوزراء والوزراء الرئيسيين. هذا وتجمعت حشود الشعب البريطاني أمام قصر سانت جيمس في لندن. يأتي ذلك أثناء تلاوة ديفيد وايت كبير الرسل في بريطانيا البيان الرسمي لتنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 17 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان والذي يعمل عادة كحاجز غير رسمي بين الجانبين. هذا وتعتبر الصين تايوان ذات الحكم الديمقراطي أرضا تابعة لها، رافضة لاعتراضات قوية من الحكومة في تايبي. وأجرت الصين مناورات حربية الشهر الماضي بالقرب من تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي، وتواصل أنشطتها العسكرية حول الجزيرة منذ ذلك الحين. صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لم يسبق أن رأى كارثة مناخية بمستوى الخراب الناجم عن الفيضانات في باكستان. جاء ذلك على هامش زيارته لعدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان، حيث تسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات أسفرت عن مصرع أكثر من 1391 شخصا، واجتاحت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والمحاصيل. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 11 آخرين في حادث تصادم قطار ركاب وقطار شحن في وسط كرواتيا. وقالت الشرطة في بيان إن التصادم وقع الليلة الماضية قرب بلدة نوفسكا القريبة من حدود كرواتيا مع البوسنة. وأعلن رئيس الوزراء الكرواتي أندري بيلينكوفيتش من مكان الحادث أنه تم العثور حتى الآن على جثث 3 أشخاص، مرجحا العثور على مزيد من الضحايا. نظمت مؤسسة حياة كريمة في جزيرة بيبا بمحافظة بني سويف وقرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والري الحديث بالتنقيط.
الري الحديث بالتنقيط يأتي بدلا من الرش التقليدي الغمرة. وخلال الندوة تم عرض مخططات تفصيلية وشروحات توضيحية لطريقة تنفيذ شبكات الري الحديثة وإحضار النماذج تم تنفيذها على أرض الواقع، كما تمت مناقشة بعض الفلاحين في بعض الأمور والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخة التابعة لمحافظة دمياط. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. نظمت اليوم قافلة طبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إن قافلة قامت بتوقيع كشف وصرف العلاج لعدد 147 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء 41 فحصا معمليا و18 أشعة وسونار، كما تم إجراء 26 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وقد أجريت جميع الفحوصات وصرف العلاج مجانا، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. تختتم فعاليات معرض أهلا مدارس بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة النصر. خلال أيام المعرض تم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق. وها هو معرض أهلا مدارس بأرض المعارض بمدينة نصر قد وصل إلى يومه الأخير بعد 10 أيام استمر خلالها إقبال المواطنين الكثيف على شراء المستلزمات المدرسية والمكتبية والزي المدرسي والحقائب بتخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50% في بعض المنتجات. أنا جيت أول يوم وخدت أدوات كتابية ومدرسية، لقيت فيها عن تخفيض يعني قبل ما أجي سألت برة، لقيت هنا تقل حوالي ممكن توصل 40% تخفيض. الأسعار كلها حلوة ما شاء الله، يعني بالنسبة للكتب المدرسية، بالنسبة للشنط، بالنسبة للأحذية، الكوتشيات، لبس اليونيفورم، لا كله حلو، أسعاره في متناول الجميع وكويس جدا. يعني المعرض ما شاء الله جميل جدا، وفي يعني حاجات مختلفة كتير وكواليتي كمان حلوة جدا وأسعار مناسبة جدا. أنا بصراحة يعني كل سنة يعني باجي دي تاني مرة أجي فيها، بس المعرض لا جميل وفي ناس كتيرة والناس ما شاء الله يعني متعاونين جدا والدنيا حلوة يعني. فعلى مساحة 6000 متر مربع شارك عدد كبير من العارضين وكبرى الشركات المتخصصة في المستلزمات المدرسية بمنتجاتهم المصرية 100% تحت مظلة هذا المعرض، وهو ما يعمق التصنيع المحلي ويحدث رواجا تجاريا. احنا واخدين المعرض ده فري مجانا، محدش من العارضين دافع جنيه واحد في المتر، من أجل أن احنا نقدم سلعة جيدة وبسعر يعني اقتصادي سعر التكلفة. كل سنة بيبقى أحسن من اللي قبلها، السنة دي الحمد لله الإعلانات كانت كويسة جدا والدعاية كانت كويسة جدا للمعرض، وبالنسبة لنا احنا كتجار كنا الحمد لله يعني عاملين التخفيضات يعني عالية جدا بحيث نقدر نوصل للمستوى المتوسط وأقل متوسط وبرضو الفوق المتوسط برضو للعملاء. احنا وفرنا كل حاجة للمستهلك، كان عندنا أسعار من يعني القلم الجاف من 15 لغاية 40 جنيه، كل المستويات موجودة، كل حاجة وفرنا لهم، والمعرض السنة دي كان كويس وكان في زحمة وفي إقبال. بالنسبة لنا احنا بنبقى عاملين تخفيضات للملابس القطنية عندنا، يعني في عندنا حاجات بتوصل من 10 جنيه لحد 20 جنيه و30 جنيه،
حاجات كلها مدعمة للشعب يعني. فيما تستمر معارض أهل المدارس في تلبية احتياجات الأسرة والطالب من خلال 23 معرضاً أساسياً و119 فرعياً، إضافة إلى القوافل والمكتبات المتحركة. إقامة معارض أهل المدارس هنا وبمحافظات الجمهورية استراتيجية تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة لتخفيف الأعباء عن الأسرة وتوفير متطلباتها مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. سالي سلمة، التلفزيون المصري. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الأخبار الاقتصادية لدى مصطفى مزار. تفضل مصطفى. شكرا إيمان وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان أحلام مدني مهدي. جاء ذلك في إطار زيارتها لمصر لبحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وقد أعرب عبد الوهاب عن الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السوداني والعمل كذلك على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان. من جانبها عبرت الوزيرة السودانية عن تطلعها للاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات كافة. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع المدير التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية ونائب رئيس الشركة للمشروعات لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون في تنفيذ المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وتوطين الصناعات المغذية لها. وأعرب وليد جمال الدين عن جدية المنطقة الاقتصادية فيما يتعلق بدعم الكيانات الكبرى والتي قامت بتوقيع مذكرات التفاهم لإنتاج الوقود الأخضر، بالإضافة إلى جاهزية المنطقة الاقتصادية لهذه المشروعات. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية الالتزام الكامل الذي تبديه شركة لإنجاز هذا المشروع بأعلى المعايير الفنية ووفقا للإطار الزمني المحدد. ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخطوات التنفيذية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع المنظمة، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت وزيرة التخطيط في هذا الإطار إلى أن تصميم البرنامج القطري كبرنامج متكامل مدته 3 سنوات من شأنه أن يسمح لمصر بالاستفادة من خبرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصميم السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالاعتماد على مجموعة واسعة من الركائز. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصري وتصدير أولى الشحنات إلى باكستان، وذلك بعد نجاح المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين واستيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة المطلوبة. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مسجلة $1,726 للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 957 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1,117 جنيه للجرام الواحد، في حين سجل الذهب عيار 24 ما قيمته 1,276 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 9,780 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل تهديد روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز، على الرغم من أن العقود الآجلة للخام سجلت انخفاضا مع ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام البرنت بنسبة 4.1% لتصل إلى $92.84 للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.9% لتصل إلى 86
دولار فاصل 79%. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 1.42% لتصل إلى 3.59 دولار للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود لاستكمال ما تبقى مع سحر وإيمان. شكرا لك مصطفى ميزار. فنان من رواد القلائل الذين أثروا الموسيقى العربية بألحان خالدة، وكان لهم الفضل في ظهور العديد من المواهب الفنية. إنه الموسيقار رياض السنباطي الذي استطاع منذ طفولته المبكرة لفت أنظار أساطين الموسيقى في مصر، ويوافق اليوم ذكرى وفاته. بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتقديم التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء، ويؤكد الاهتمام بالتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. مدبولي يتفقد استعدادات استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ويشدد على ضرورة استثمار المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واستثماري وسياحي. أوكرانيا تؤكد دخولها إلى مركز سكك حديد مهم للإمدادات الروسية، وموسكو تعلن تدمير محطة رادار تتبع الجيش الأوكراني. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.